عليكم حال الشباب، معكم شركيه شركه كيجر، كم فيديو جديد. طيب شباب، كنت ناوي احمل فيديو تاني اليوم، جهزته وكنت على اساس احمله حاليا، بس شفت انه نزلوا اعلان انه راح يضيفوا موب اوف ذا ديد ولا بلود اوف ذا ديد ولا مزيج بيناتهم الى البلاك اوت. طبعا انا ما راح اسوي فيديو عن بلاك اوت لاني صراحه ما العب بلاك اوت بشكل جدا كبير، بس قبل اشوفه وانا قاعد اشوف الاعلان انتبهت الكلمه الكاتراز نيو بلاك اوت ماب. مو منطقة جديدة في البلاك اوت، لا، ماب جديد كليا للبلاك اوت، هو عبارة عن جزيرة القطراز. شيء رهيب، شيء رهيب. يعني تخيلوا بلود اوف ذا ديد هو ماب فيه 100 واحد بس اكيد اكبر، انتم شايفين واضح انه اكبر كثير. شيء جدا رهيب الصراحة. فما شفته، خلينا نشوفه حاليا مع بعض على قناة كول اوف ديوتي عربي. فخلنا نشيل الطاقية ونشوفه. خلينا نشوف هل هو بلود اوف ذا ديد، ماب اوف ذا ديد ولا شيء جديد. اوكي، ماني متخيل 100 لاعب، صغير الماب، اكيد اقل من 100 لاعب. اي دمسي، اوكي موجود ال الفريك او جونتلا. هاي منطقة جديدة وهالبرج جديد، قلتلكم هيكون شيء اكبر. شيء رهيب الصراحة، هيكون شيء اكبر بس بالنص، يعني مركز الماب هي موب اوف ذا ديد او بلود اوف ذا ديد. اوكي، هي نفس اعلان بلود اوف ذا ديد لما نيكولاي ينط فوق على حار السجن او البروتوس. زومبيز؟ اوكي فيها زومبيز، اكيد راح اقول في زومبيز، شو الغباء؟ تخيل يحطوا موب اوف ذا ديد وما في زومبيز. بكره جاي، بكره 2 ابريل على البلاي ستيشن 4. اوكي، راح اسوي بث مباشر اكيد. يعني والله ما ادري، كنت مفكر انه منطقه جديده صراحه، شفت انه منطقه جديده اي اوكي، بس ماب كامل، ماب بلاك اوت كامل عباره عن سجن، جزيره القطراز. شيء رهيب، شيء رهيب. نستنى ونشوف. فايت الشباب، اتمنى تشاركوا بالكومنت هل راح تلعبوها او لا، متحمسين او لا. انا صراحه متحمس، انا حاليا قاعد العب ايباكس ليجند وماب الزومبي الجديد انشنت ايفل، بس صراحة راح العب البلاك اوت، راح اجربها لانه يعني ما ادري 100 لاعب ومكان صغير، حاسه راح تكون ممتعة. نستنى ونشوف. فاي بس، كان معكم شركيال بشركة كيش، كم جهاد تاني ان شاء الله. مع السلامة.